جهود الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الحرب في غزة أعادت بعض الاستقرار إلى أسواق النفط، فبعد ارتفاعها بنحو 5 دولارات الأسبوع الماضي عاد خام غرب تكساس وهبط دون مستوى 87 دولارا للبرميل، بينما تراجع خام برنت ليستقر دون مستوى 90 دولارا للبرميل. وباتت أسواق الخام العالمية قلقة بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، في حين أن التصعيد قد يعرض صادرات الخام من المنطقة للخطر، رغم أن التدفقات لم تتأثر إلى حد كبير حتى الآن. ونظرة مجددا على أسعار النفط، كيف تبدو التداولات؟ كنا قد تابعنا بعض الارتفاعات على برنت، تبقى بربع نقطة مئوية حتى هذه الساعة. برنت عند مستويات 89 دولار و85 سنتا تقريبا، يعني جلسة بدأت متذبذبة ولكن يبدو أنها تستكمل على استقرار وعلى نوع من الارتفاعات في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات الصراع الحالي، إذا ما كان سيتم احتواءه بشكل أو بآخر أو سيمتد بشكل أوسع. يعني هذا ما تركز عليه الأسواق في هذه المرحلة، وأيضا إلى أي جديد فيما يتعلق بالمعروض، فيما يتعلق بالطلب. وآخر ما صدر أو دعم الأسعار في جلسة أمس كان تقارير تحدثت عن اقتراب الولايات المتحدة من اتفاق على زيادة صادرات الخام من فنزويلا أو تخفيف العقوبات في الفترة المقبلة. كيف سيكون انعكاس ذلك على الأسعار؟ نلقي نظرة سريعة أيضا على WTI الذي يرتفع ب0.3 نقطة مئوية ويقترب من 87 دولار للبرميل في جلسة اليوم. ونتحدث أكثر عن هذه التفاصيل وأكثر فيما يتعلق بأسواق النفط مع ضيفتنا من أبو ظبي دكتور كارول نخلي، الرئيسة التنفيذية لكريستال أنرجي. أهلا بك دكتور كارول وشكرا على وجودك معنا دائما. بعض التقارير كنت أتحدث عنها قبل قليل تحدثت عن رفع بعض العقوبات الأمريكية عن النفط الفنزويلي، هل تعتقدين أنه سيكون لذلك أثر أو على حجم الإنتاج، حجم الصادرات، هل سيتأثر، هل سيحدث فرقا وتأثير على الأسعار في الأسواق في المرحلة المقبلة برأيك؟ مرحبا. هلا فنزويلا كانت على طول لاعب اساسي باسواق النفط، يعني عندها اكبر احتياطي للنفط بالعالم، والاكيد اذا صار في رفع من العقوبات بصير في امدادات زياده من فنزويلا الى الاسواق العالميه، وهذا الشيء بيساعد على حد ضغط سلبي على اسعار النفط. ولكن هل بامكان فنزويلا انه تقلب المعادله؟ لا، بدنا نكون واقعيين هون، لانه يعني فنزويلا الانتاج عندها يعني صار له فتره طويله عم بيعاني، ما صار في استثمارات من ناحيه بسبب السياسات المتبعه كانت بفنزويلا وكذلك العقوبات، يعني ما راح يصير في عندنا فجاه ثروه هائله جايه من النفط على اسواق النفط العالميه. هي بتساعد اذا شالت العقوبات ولكن ما بتعكس المعادله بشكل كثير اساسي. طيب دكتور، هل تعتقدين انه علاوه المخاطر من هذا التصعيد في الشرق الأوسط سيبقى قائم في الأسواق لفترة يعني طويلة أو أطول مما ربما نتوقع؟ يعني خلينا نكون صريحين، منطقة الشرق الأوسط بسبب المشكلة بين إسرائيل وحماس وفلسطين ما راح يكون كليا خالية من المخاطر، منطقة خالية من المخاطر، ولكن الوضع اليوم وضع حساس جدا بعد ما بنعرف قد ايه راح يصير في تطورات سلبية للحرب الموجودة حاليا، أو إذا راح يصير في تخفيف للتصعيدات، ما يصير في أزمة أكبر ويفوت بالمشكلة لاعبين آخرين. بس بتدل المخاوف مسيطرة على المنطقة وبذلك على أسواق النفط العالمية، ولكن ناخذ بعين الاعتبار مش بس اللي عم بيصير اليوم بقطاع غزة وإسرائيل، ما طلع كمان شو عم بيصير بأسواق النفط العالمية. يعني مثلا لما أوبك وحلفائها عملوا تخفيضات بالإنتاج، هيدا خلى يصير في عنا spare capacity زيادة بالأسواق، ولما يكون في عنا زيادة بالspare capacity هاي بتساعد أنه تخفف التقلبات بأسعار النفط إذا صار في عنا أزمة مثل الأزمة اللي عم نواجهها حاليا، الأزمة السياسية.
يعني إضافة إلى ما ذكرتيه إلى العوامل والتوترات الجيوسياسية، هناك الكثير من العوامل تؤثر وتضغط في هذه المرحلة، إن كان لارتفاع الأسعار أو حتى لتراجعها بحسب ما نتحدث عنه بشكل عام. إذا ما عدنا وركزنا على بيئة الفوائد المرتفعة دكتور كارول لفترة أطول، ألا تؤدي إلى كبح الاستثمارات الرأسمالية المخصصة ربما لاستكشاف وإنتاج الطاقة، وبالتالي مجددا إلى اتجاه صعودي للأسعار يدعم كل هذه العوامل التي نتحدث عنها التي تؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار؟ نعم، هون بدي ميز بناحيتين، أول شيء تأثير الفوائد المرتفعة على النمو الاقتصادي ببعض البلدان، حتى النمو الاقتصادي العالمي، وهناك الصورة منا كثير إيجابية، لأنه أكيد لما يكون في عندك فوائد مرتفعة بصير في عندك ما بده يصرفوا العالم مزبوط، الاستثمار ما بيمشي الحال، وهذا الشيء بيأثر سلبيا على النمو الاقتصادي، وهذا الشيء بيرجع بيأثر سلبيا على الطلب على النفط. هلا من ناحية الاستثمار بقطاع النفط، نحن بدنا نميز بين المستثمرين اللي هن بيرتكزوا على الديون وعلى الفوائد لحتى يعملوا الاستثمار، والمستثمرين اللي هن ماني بحاجه لحتى ياخذوا ديون من البنوك وغيرها ويدفعوا فوائد. وهون بنلاقي انه بالفعل بعض الاستثمار رح يتاثر سلبيا، ولكن استثمار مثلا استثمار منطقه الخليج حيث عندك الشركات الوطنية اللي عندها عوائد هائلة وعندها دعم حكومي كتير قوي، بعتقد هي رح تكون بموقع أقوى من المستثمر الأجنبي من ناحية الاستثمارات بقطاع النفط. يعني هي من معادلة أبيض أو أسود، في عندنا كذا لاعب بالأسواق بيتأثروا بشكل يختلف عن بعضهم من ناحية الفوائد، ولكن تأثير الفوائد الأساسي هو أكثر على النمو الاقتصادي وبذلك على الطلب على النفط مما أنه على العرض. طيب، يعني أنا أريد أن أربط ما ذكرتيه في هذه الإجابة وفي هذه الإجابة عن هذا التساؤل وما بدأنا فيه الحديث. إذا ما يعني وجدنا أو يعني نظرنا إلى الأمر بالمنتصف بين الفائدة والتوترات الجيوسياسية، دكتورة ذكرتي موضوع السبير كاباسيتي، إلى أي مدى هذا سيلعب دور لأن يكون صمام أمان، لأن لا نشهد تقلبات حادة في الأسعار، وبين السوق العينية والسوق الورقية أيضا، يعني ماذا نتوقع؟ أعتقد هذا يعني محور مهم إذا تتفقين معي. نعم بالفعل. هلا حتى نقدر نفهم تأثير السبير كاباسيتي على تقلبات الأسعار، كمان نحطها بوضع السوق العالمي، بدي اياك تفكر انه شو كان معقول يكون التاثير على الاسعار لو كنا واجهنا نفس الازمه الجيوسياسيه من 10 سنين او 15 سنه او 20 سنه، كان بعتقد الاسعار بين ليله وضحاها ارتفعت يمكن لاكثر من 100 دولار للبرميل او لل 150 دولار للبرميل. ولكن اليوم بوجود السبير كاباسيتي مع المخاوف الاقتصاديه بتاثر سلبيا على الطلب، ومع وجود كمان زياده بالعرض بالمعروض من خارج دول اوبك بلس، بنلاقي انه رغم التوتر الجيوسياسي الاساسي بمشكله الشرق الاوسط، الاسعار ما بعتقد وصلت للازمات اللي شفناها بالسابق. فمن هيدي الناحيه بدنا نقدر اكثر تاثير السبير كاباسيتي مثل ما حضرتك قلت كصمامه امان على باسواق النفط، يعني بتخفف من التقلبات. لاكيد ما حدا بيعرف شو رح يكون تطورات من الناحيه الجيوسياسيه اذا تازم الوضع اكثر وفات لاعبين اخرين يعني منتجين ومصدرين للنفط، اكيد بتتغير المعادله كليا، بس ان شاء الله ما نوصل لهيدي المرحله. دكتور كارول نخلي الرئيسه التنفيذيه لكريستال انرجي، شكرا دائما على وجودك معنا في مؤشرات الشرق.